السلام عليكم. يبدو أن الوزارة بتاع السكن والعمران والوزير بتاعنا راه مصمم على إتمام المشروع بتاع ملعب تيزي وزو، حيث أنه في ظرف أسبوع هذه ثاني زيارة يقوم بها إلى مركب تيزي وزو، واليوم في خضم هذه الزيارة سوف نستعرض أشغال تاع التهيئة الخارجية، لأنه فيه أشغال كبيرة تاع التهيئة الخارجية، فيه شبكة تاع الطرقات هذه اللي عندها 3 محاور راهي بصدد الأشغال فيها، وهي تخص خاصة توصيل يعني توصيل طريق بيريفيريك تاع تيزي وزو تاع بوخلفة، توصيله بطريق سيار آخر من جهة جنوبية تاع ملعب بوخلفة، باش يولي المركب عنده 2 مداخل نتاع طرقات. إذن فيه عملية نتاع توسيع الشبكة نتاع الطرق حول الملعب، فيه 3 محاور، واحد فيه 1.5 كيلومتر، و2 محاور أخرى بحوالي 500 متر، وكل هذه المحاور تعتبر بمثابة طرق ذات اتجاهين حول الملعب الرئيسي والملعب الثانوي، لتوسعة المداخل نتاع المركب هذا. إذن في هذه الأشغال، وهنا في الفيديو هذا نشاهد جانب من الأشغال هذه اللي ربما ستأخذ نوعا ما شوية وقت، لكن لازم نكملها باش ننتهي من الأشغال تاع لي تيراسمون هذه اللي أخذت وقت كبير وكلفت أموال كبيرة. إذن في الفيديو الثاني، فيه فيديو ثاني سيكون على الأشغال، نتكلم على الأشغال اللي داخل الملعب في وقت مستقبل. إذن نترككم في نهاية الفيديو، السلام عليكم.